هوادي من شبكة ديري نيوز معنا. مرحبا بك سيد عامر، وتطلعنا وبالأرقام إن تكرمت على هذا القصف المتكرر، سواء من قبل طيران النظام أو طيران التحالف أو ما وصف اليوم بأنه طيران مجهول الهوية. نعم، تحياتي لك أستاذ محمد ولضيفك الكريم والسادة مشاهدي قناة الحوار. حقيقة تقاسم التحالف والروس السماء، وتقاسم النظام وتنظيم الدولة أو داعش الأرض، بينما تقاسم أهلنا في مدينة دير الزور كما ذكرتم أكفان الموت. فمنذ تقريبا أسبوع لغاية هذه اللحظة ونحن نوثق المجزرة تلو المجزرة، لا ينام أهالي مدينة دير الزور إلا على وقع مجزرة ويصحون على وقع مجزرة أخرى. فأبدأ معك من التوثيقات التي وصلنا إليها، أكثر من 130 شهيد مدني من مجزرة أبو كمال التي وقعت جراء طيران التحالف الدولي، واعتبرها المراقبون بانها تابعه يعني للطيران العراقي. اعتذر التحالف وقال نحن لم نضرب ابو كمال، والمدنيين الذين سقطوا ليس بطيران التحالف، يتبين بانه طيران عراقي منضم الى التحالف. بعد ذلك لم تهدأ الاجواء بل زاد القصف من طيران التحالف، وننتقل مباشره الى مجزره ابو شمس. بعد هذه المجزره مباشره فاق اهالي مدينه دير الزور على يعني وقع مجزرة مروعة قام بها تنظيم الدولة أو داعش بالدخول إلى قرية البوشمس، جزرة البوشمس بريف دير الزور الغربي، وقام ب يعني عملية مروعة بالذبح بالسكاكين والأسلحة البيضاء وحتى بكواتم الصوت، قام بحرق منازل المدنيين وخطف 10 وقتل ما لا يقل عن 15 مدني. طبعا ردا على في أي حي هذه المجزرة تمت عامر؟ في قرية جزرة البوشمس بريف دير الزور الشمالي الغربي المتاخم لريف الرقة الشرقي، وكانت هذه المنطقة بيد تنظيم الدولة. بعد ذلك سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية المعروفة بقسد وبدعم من التحالف الدولي. بعد ذلك استغل التنظيم عاصفة غبارية كانت تضرب محافظة دير الزور ليتسلل إلى هذه المنطقة ويرتكب هذه المجزرة. ردا على ضيفك الكريم فقط بعبارة واحدة بالنسبة تعقيبا لما قال بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تجيش ضد تنظيم الدولة، حقيقة أهالي دير الزور هم بالأساس ضد تنظيم الدولة. لماذا؟ في هذه المجزرة التي أتحدث فيها، في مجزرة البوشمس، رفضت إحدى الحرائر وهي هناء عبد الكريم الصقر قتل التنظيم ابنها، فحملت البارودة من أيدي التنظيم وقتلت اثنان من تنظيم الدولة أو داعش، وبعد ذلك تم قتلها من قبل التنظيم. هذا مثال بسيط عن أهالي مدينة دير الزور الذين يرفضون كل الوسائل، ولو يعني كان هناك وسيلة لمحاربة تنظيم الدولة لحاربوه. والآن أفيدك معلومة بأننا وثقنا خلال الشهر الماضي مقتل 41 عنصرا من تنظيم الدولة في الريف الشرقي وفي مدينة البوكمال فقط على أيدي مجهولين في هذه المناطق. بعد ذلك من هذه المجزرة أيضا كان هناك مجزرة العرضي. مجزرة حي العرضي جاءت بطيران روسي استهدف شارع مدرسة هنانو والممتد من المقاولات أو معروف ببناء المقاولات وحتى مدرسة هنانو بأكثر من 6 غارات. الذين قتلوا من تنظيم داعش هم 5 عناصر، ولكن المدنيين الذين تم توثيقهم هم 30 مدني. تم نقل هؤلاء أيضا الجرحى الموازين لهذه العملية، أكثر من 120 جريح بالسفن والعبارات النهرية إلى الريف الشرقي. لن ننتهي إلى هذا الحد. بعد ذلك بدأ تنظيم داعش باستهداف حي الجورة والقصور والموظفين الخاضع لسيطرة قوات النظام ليرتكب مجزرة مروعة أيضا، وراح ضحيتها 11 مدني وأكثر من 65 جريحا، البعض منهم بحالات حرجة. في هذه الساعة وأنا أتحدث معك الآن هناك 7 شهداء مدنيين جراء استهداف تنظيم الدولة أو داعش لحي الجورة، ولدينا 18 اسم الآن لأطفال ونساء وكبار في السن موجودين في المشفى العسكري وفي مشفى الأسد أو المشفى المعروف مشفى الشهيد عبد الحميد حبشان بعد الثورة. لم تنتهي القصة قبل ذلك عامر، وأتينا على ذلك في الأخبار، هناك 11 شهيدا أيضا في قصف وصف لطيران مجهول الهوية. وقبل قليل كنت تتحدث أن الأمريكان تحدثوا عن طيران عراقي قام بغارة بعد فترة. هل لديكم من توثيقات ما يثبت مشاركة طيران سواء من العراق أو من الأردن أو تحت ما بند ما يسمى مجهول الهوية؟
نعم، تأكدنا من هذا الموضوع. نحن من نشر الخبر بأنه طيران مجهول الهوية في أول 10 دقائق من المجزرة لم يتعرف الراصدون ولا حتى الأهالي على هذه المجزرة التي راح ضحيتها بداية 11 مدني من عائلتين فقط. الآن الحصيلة لدي في هذه اللحظة ترتفع حصيلة مجزرة الميادين إلى 15 مدني، ولدينا حتى صور بعض الشهداء، ولدينا صورة طفلتين، طفل وطفل رضيعين. هذه مجزرة الميادين، اعترف التحالف الدولي بأنه أراد استهداف مقرا لتنظيم الحسبة أو لتنظيم الدولة مقر الحسبة في مدينة الميادين في شارع 40 جانب المشفى، مشفى الطب الحديث. وتم استهداف أكثر من 25 محل تجاري دمرت عن بكرة أبيها، بالإضافة إلى استهداف هاتين العائلتين وعدد آخر من المدنيين. في هذه اللحظات مدينة دير الزور تشهد أجواء حرب حقيقية. تنظيم الدولة يتقدم أيضا على قوات النظام في محور حي الجورة، في جسر الجورة، في منطقة كسر الجورة، وأيضا يتقدم بالمحور الجنوبي باتجاه اللواء 137. ولكن من المتضرر الآن من هذه المعارك؟ هم المدنيين، قذائف. نعم، دعنا في هذا السياق، يعني هذه المجازر التي ترتكب في حق المدنيين. ذكرت وبالأرقام خلال أسبوع 130 شهيدا من المدنيين وقعوا. بالمقابل، هل لديكم إحصاءات عن أعداد تنظيم الدولة الذين قتلوا خلال هذه الغارات؟ لم يقتل إلا 5 عناصر من تنظيم الدولة في هذه الغارات التي ارتكبت المجازر. ولكن نحن بشكل يومي نوثق غارات نوعية لطيران التحالف الدولي تستهدف حراقات للنفط لتنظيم الدولة، تستهدف يعني يوم الأمس وثقنا حالة لمقتل أحد عناصر تنظيم الدولة، كان يعني يركب دراجة نارية، تم استهدافه بطائرة بدون طيار وصاروخ، تم استهداف هذه الدراجة. يعني هذه الدقة، دعني أتوقف عامر عند هذا الموضوع. أنت كرمت كي لا يتداخل الصوت. يعني عندما إذا يقصد طيران التحالف هو يمتلك الدقة بحيث يتصيد عنصرا على دراجة، فأي ذريعة يعني يمكن تقديمها لأخطاء في توجيه الضربات؟ نعم طبعا لا يوجد ذرائع، طالما أن هناك مدنيين لا يوجد ذرائع. ودائما نحن نتحدث ونطالب ونناشد ونصدر البيانات، والآن هناك حملة قوية ستوجه إلى وسائل الإعلام بتحييد المدنيين، ولكن لا حياة لمن نادي. فقط طيران التحالف يقوم بإلقاء بعض المنشورات في أرياف مدينة دير الزور الشرقية يحذر فيها الأهالي من اقترابهم إلى مراكز تنظيم الدولة ومراكز يعني الحسبة وغير ذلك التي سيتم استهدافها. الآن الأهالي جالسون في منازلهم، يعني الأهالي موجودين في الأسواق بعيدين كل البعد عن تنظيم الدولة، هم من يريد طرد تنظيم الدولة، هم من يساهم في قتل تنظيم الدولة سرا وعلنا في بعض الأحيان، ولكن الطيران التحالف الدولي يتجاهل كل هذه النداءات، وكأن مخططات دولية استخباراتية يعني كما نسمعها جميعا بأن المنطقة خلص باتت مرهونة قيد هذه التحالفات، ولن يسألوا لا عن مدني ولا عن كبير ولا عن صغير. دعني أقول لك بكل صراحة، المدنيون المسلمون السنة هم الهدف الوحيد الذي تبين لنا. نعم، شكرا لك عامر هويدي من شبكة ديري نيوز على هذه الصورة الشاملة والوافية.